أما الزنجبيل الحقيقة كتب عنه الأطباء الأقدمون وكتب عنه الأطباء المحدثون، فالأقدمون ماذا قالوا؟ قال الزنجبيل مسخن للجسم، معين على الهضم، ملين للبطن، مطهر ومقوٍ. ينفع الزنجبيل في التهاب الحنجرة، ويعالج الرشحة، ومسكن قوي لالتهاب المفاصل، ومسكن قوي للمغص المعوي، ومضاد للغثيان، وخلاصته المائية دواء جيد لأمراض العين. ورد هذا في الكتب القديمة. الشيء الذي لا يصدق أن أدوية القلب مجتمعة في الزنجبيل، فقالوا الزنجبيل منعش للقلب، يعني مقوٍ لعضلة القلب. في دواء اسمه ديكوكسين، الزنجبيل فعله في الجسم كفعل هذا الدواء. والزنجبيل موسع للأوعية والشرايين. أي إنسان يصاب بأزمات، باحتشاء، بجلطات، يعطوه دواء موسع. الزنجبيل مضاد للجلطات. الجلطة تجتمع الكريات الحمراء مع بعضها فتشكل جلطة، فإذا دخلت إلى وعاء في الدماغ كان الشلل والسكتة الدماغية، في مكان العمى، في مكان فقد الذاكرة. الزنجبيل مميع للدم، مقوٍ للقلب، موسع للشرايين، يفيد في أمراض الجلطات الدماغية والقلبية وخثرات الأطراف. الزنجبيل يخفض ارتفاع ضغط الدم. أدوية القلب مجتمعة في هذه المادة الزنجبيل. الزنجبيل خافض للكوليسترول، ثم إنه يؤثر تأثيراً إيجابياً في الشفاء من التهاب المفاصل، فهذا من عجائب خلق الله عز وجل.